من فوائد دوار الشمس المعروفة أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكري ويخفض ضغط الدم ويعزز صحة القلب، ويعد طعاما للطيور وعلفا للماشية، وإنتاج الزيوت النباتية وغيرها من الفوائد العديدة صحيا وغذائيا وصناعيا. ولهذا أدعوك عزيزي المتابع لمشاهدة الفيديو إلى الآخر لتستفيد أكثر. تحية من عند الله مباركة طيبة لكم أيها متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما تواجدتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل، فضلا منكم وليس أمرا. وأولا وكما عهدناكم سنبدأ موضوعنا بالتحدث عن الفوائد العلاجية للنبات دوار الشمس بعد هذا الفاصل. يعد الارتفاع في ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب المختلفة، ففي سنة 2012 أجريت على 22 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، حيث تم إضافة بذور دوار الشمس ونوع من المسكرات إلى أنظمتهن الغذائية يوميا مدة 3 أسابيع، وأظهرت النتائج انخفاضا في مستويات الكوليسترول الضار ومستوى الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية لدى هؤلاء النساء. كما تحتوي هذه البذور على المغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها من المركبات المفيدة في تقليل ضغط الدم. وبالإضافة إلى ذلك فإن بذور دوار الشمس غنية بالأحماض الدهنية الغير مشبعة، وخاصة حمض اللينوليك الذي قد يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم. وأما بالنسبة لتقليل مستويات الجلوكوز فإنه قد أشارت دراسة أولية على 24 فأرا مصابا بارتفاع مستويات سكر الدم، وكان هناك انخفاض في سكر الدم لدى المجموعة التي تناولت بذور دوار الشمس، كما قلت الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول الضار لديها. لذا يمكن أن يكون لهذه البذور فوائد لدى مرضى السكري، ولكن ما زالت هناك حاجة للتأكيد هذه النتائج على البشر. وأما فوائد بذور دوار الشمس الحامل، توصى الأم الحامل بإدخال الأطعمة الغنية بالمغذيات للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والطاقة اللازمة لنمو الجنين وتطوره، ومساعدة الجسم على مواجهة أي تغيرات قد تطرأ. ومن الجدير بالذكر أن بذور دوار الشمس تحتوي على العديد من المواد الغذائية التي يجب أن تضاف إلى النظام الغذائي للأم الحامل، مثل البروتينات والدهون الأحادية الغير مشبعة والزنك والحديد. كما تعد بذور دوار الشمس من المصادر الغذائية الغنية بالمغنيسيوم، وهو عنصر مهم لبناء العظام والأسنان والأنسجة، ومساعدة البروتينات على أداء وظائفها بشكل جيد، وقد يلعب دورا في التقليل من خطر الولادة المبكرة. وأما الآن سنتحدث عن أضرار بذور دوار الشمس ومحاذير استخداماتها بعد هذا الفاصل. تعد بذور دوار الشمس من الأطعمة الصحية، ولكن يجدر التنبيه إلى أن من المهم استهلاكها باعتدال، ولذلك لإحتوائها على عنصر الكادميوم، والذي يعد من العناصر الشحيحة التي تتوفر في التربة بشكل طبيعي، إلا أن كميات هذا المعدني تكون أعلى في التربة التي يزرع فيها دوار الشمس في بعض المناطق، إذ إن نبتة دوار الشمس تنقل هذا المعدن من التربة لتخزنه في بذورها. لذا فإن كميات الكادميوم تكون مرتفعة في بذور دوار الشمس أكثر من غيرها من الأطعمة،
وقد تلحق الكميات المرتفعة منه الضرر بالكلي عند التعرض لها لفترة زمنية طويلة. لذا ينبغي الاعتدال في تناول هذه البذور. وأما محاذير استخدام بذور دوار الشمس، يعاني بعض الأشخاص من حساسية اتجاه بذور الشمس، وعلى الرغم من أن المعاناة من هذه الحساسية تعد نادرة الحدوث، ولكن هناك العديد من الحالات التي تم تشخيصها بهذه الحساسية، ويزداد خطر الإصابة بها عندما يعاني الشخص من أنواع أخرى من الحساسية، وتحديدا حساسية اتجاه الفول السوداني. وغالبا ما يكون الأطفال الفئة الأكثر عرضة للحساسية الغذائية مقارنة مع البالغين. وتشمل أعراض الحساسية الإكزيما والحكة في الفم والقيء واضطرابات المعدة. وأما الآن سنتحدث عن الاستخدامات المختلفة لنبات دوار الشمس بعد هذا الفاصل. يعد طعام الطيور سوقا ضخما، كما تعد تجارة الحبوب الطيور مجالا تبلغ قيمة مليارات الدولارات، خاصة في الولايات المتحدة. بشكل عام تعد بذور دوار الشمس من النوع الزيتي مفضلة نظرا لانخفاض سعرها وصغر حجم ورقة قشورها عن البذور من النوع الحلو. ومع ذلك في بعض الحالات عندما لا تصل بذور النوع الحلو إلى الجودة المطلوبة تجاريا، يمكن أيضا استخدامها كعلف للطيور. ومن فوائد بذور دوار الشمس أنه يتم تغذية العديد من الثدييات والطيور الأخرى من بذور دوار الشمس باستثناء الإنسان، ومن بين هؤلاء طائر الطهيوج والشحرور وعصافر الدوري وغيرها من الحيوانات والطيور المختلفة. يمكن استخدام مسحوق دوار الشمس أي البذور بعد استخلاص الزيت كمصدر واحد للبروتين التكميلي أو كمكمل بروتيني في الأعلاف منخفضة الجودة في النظام الغذائي للماشية، وذلك نظرا لقابلية هضمه من قبل الحيوانات المجترة. يعد العلف الأخضر المصنوع من دوار الشمس علفا مناسبا للأبقار إنتاج اللحم، ويكون مثاليا عندما يكون مستوى الرطوبة أقل من 65%، ويحتوي على أعلى محتوى بروتين مقارنة بأي محصول علفي آخر، كما يحتوي على ألياف منخفضة الحمضية نسبيا مما يجعلها سهلة الهضم من قبل الحيوانات. يمكن استخدامه أيضا مخلوطا مع علف الذرة وهو أقل جودة من دوار الشمس. يمكن أيضا استخدام البذور كعلف بكميات صغيرة، ولكنه ليس خيارا اقتصاديا مستداما. وكذلك من فوائده أنه يعد دوار الشمس أيضا نباتا واعدا لإنتاج الوقود الحيوي. وقبل الختام أريد أن أسألكم، هل توجد هذه النبتة في بلدتكم وما تسمونها بلهجتكم؟ وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.